السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم من جديد. أصدقائي كما تلاحظون هذا السكانر المعروف، كما تلاحظون أصدقائي هذا السكانر عندما نقوم بسكان أي منتوج أو جهاز ونقوم بسكان ذلك الكود بار ونقوم بوضعه في برنامج ونعطيه مثلا ثمن لذلك المنتوج أو ذلك الجهاز، عندما نقوم بسكان مرة أخرى على هذا الشكل يعطينا ذلك الثمن الذي وضعنا في البرنامج. إذن هذا هو عمل هذا السكانر كما تلاحظون. إذن أصدقائي سوف نقوم بتجربة هذا السكانر على البرنامج مع الحاسوب أصدقائي، وسوف أريكم حل إن واجهكم مثل هذا المشكل، لأن هذا الجهاز فهو لصاحبه أتاني به، وعندما يقوم بسكان الكود بار على هذا الشكل يعطيه كتابة غير صحيحة ويظن بأن هذا السكانر به مشكل، ولكن هذا السكانر فهو ليس به أي مشكل فهو شغال. إذن سوف نقوم بتجربة هذا السكانر أصدقائي مع الحاسوب. إذن أصدقائي لكي نقوم بالتجريب سوف نقوم بفتح هنا دوكيمون على هذا الشكل هكذا، نقوم بفتح على هذا الشكل. إذن أصدقائي سوف نقوم بسكان كود بار معين. إذن أصدقائي لاحظوا معي هذا كود بار لجهاز مثلا، سوف نقوم بسكان هذا الكود بار لاحظوا الآن تمت العملية. إذن لاحظوا أصدقائي الكتابة الذي يعطينا هنا ليس هي التي في الكود بار، وعليه أن يعطينا نفس الكتابة، نفس الكتابة كما تلاحظون أصدقائي نفس هذه الكتابة الحروف والأرقام عليه أن يعطينا في الدوكيمون على هذا الشكل، ولكن لاحظوا أصدقائي الكتابة الذي يعطينا. إذن سوف أقوم بسكان مرة أخرى، لاحظوا معي، لاحظتم مرة أخرى، لاحظتم؟ إذن أصدقائي إن واجهكم هذا المشكل سوف أريكم طريقة فالحل هنا. إذن أصدقائي عندما نقوم بشراء هذا الجهاز يكون به كتيب وبه العديد من الخيارات. إذن أصدقائي سوف نختار هذا الخيار فرنش ونقوم بسكان هذا الكود بار على هذا الشكل أصدقائي هكذا، لاحظتم؟ إذن الآن سوف نقوم بالتجريب من جديد. إذن أصدقائي سوف نقوم بإعادة سكان لهذا الكود بار. إذن بسم الله. إذن لاحظوا معي أصدقائي الآن نفس الكتابة التي توجد في الجهاز هي التي توجد هنا. سوف نقوم بسكان مرة أخرى، لاحظتم أصدقائي؟ إذن سوف أقوم بمسح، لاحظوا في الأول كان يعطينا هذه الكتابة، لاحظتم؟ الغير معروفة ولم يتعرف عليها البرنامج. إذن نقوم بالمسح هكذا، ونقوم بسكان من جديد، بسم الله، لاحظتم أصدقائي؟ إذن هذه هي الطريقة، إن واجهكم هذا المشكل أصدقائي استعملوا هذه الطريقة. إذن أصدقائي وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا دعمنا بزر اللايك أصدقائي، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.